أعزائنا المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، يتقدم مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان والزملاء العاملين فيه بأسمى التهاني وأجمل التبريكات، ضارعين إلى الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وسلام، وأن يرفع عن بلادنا وأوطاننا الغمة والوباء، وأن تظل نورسات نوراً يشع الكلمة الطيبة والخبر الصادق الذي يحمل المحبة والسلام والتلاقي للعالم أجمع. ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. جلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد يهنئون بعيد الميلاد المجيد. رئيس الوزراء يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. مندوباً عن جلالة الملك، الفرايا يشارك بقداس منتصف الليل بكنيسة المهد. قداديس إلهية واحتفالات بهيجة بعيد الميلاد المجيد في مختلف كنائس المملكة. وفيها أيضاً التجدد بنعمة الروح القدس، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف المهاجر المضطهد والشجاع، وقال: عانت عائلة الناصرة من مذلة التهجير ومغادرة الأرض وما يصحبها من خوف وألم. حتى اليوم يعيش كثيرون من إخوتنا وأخواتنا في الظلم والمعاناة نفسها، والسبب هو استبداد وعنف الأقوياء. عندما أمر الملاك يوسف بأن يأخذ الطفل يسوع وأمه ويهرب إلى مصر، نجا يسوع من هيرودس، لكن ذلك لم يمنع هيرودس من أن يقتل أطفال بيت لحم. وهنا نحن أمام شخصيتين متناقضتين: هيرودس بشراسته، ويوسف باهتمامه وشجاعته. دافع هيرودس عن سلطانه بقسوة وحشية، وهو رمز لطغاة كثيرين الأمس واليوم. وفيه يتحقق المثل القائل: الإنسان ذئب للإنسان. بينما أظهر يوسف البار شجاعته عندما نفذ أمر الملاك. وقال قداسته: من الخطأ أن نعتبر أن الشجاعة محصورة في الأبطال. في الواقع يتطلب عيش الحياة اليومية من كل شخص الشجاعة لمواجهة صعوبات كل يوم. ويعطينا القديس يوسف اليوم درساً ثانياً: الحياة لا تخلو من الشدائد، وقد نشعر أمامها أيضاً أننا مهددون وخائفون، ولكن لا يمكننا أن نتغلب عليها بأن نلجأ إلى أسوأ ما فينا كما فعل هيرودس، بل يجب أن نتصرف مثل يوسف الذي تفاعل مع الخوف بشجاعة وأوكل نفسه إلى العناية الإلهية. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال جلالته في تغريدة له عبر تويتر: كل عام وأهلنا وأخواننا وأخواتنا المسيحيون شركاؤنا في بناء ورفعة هذا الوطن بألف خير وعافية. ميلادا مجيدا وعاما جديدا ملؤه السعادة والعطاء أتمناهما لكم. أعادهما الله علينا وعلى الأردن الحبيب بالخير واليمن والبركات. كما هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المسيحيين بالأعياد المجيدة، وقال سموه عبر إنستغرام: نهنئ إخواننا المسيحيين بالأعياد المجيدة،
أعادها الله علينا جميعا وعلى الأردن الغالي بالخير والبركة. وبدورها قدم جلالة الملكة رانيا العبد الله التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وقالت جلالته عبر تويتر: أدام الله الفرح في قلوبكم وبيوتكم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكل عام وعائلاتنا الأردنية بخير ومحبة. وتعبيرا عن وحدتنا الوطنية والعيش المشترك، هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة المسيحيين في الأردن بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته مطرانية اللاتين بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الكنائس في المملكة اعتزاز القيادة الهاشمية بالدور الذي يلعبه المسيحيين في خدمة الوطن، مبيناً أن الحكومة الأردنية ستعمل على المحافظة على الوضع التاريخي القائم في القدس والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. كما أكد أن الشعب الأردني يقدم مثالاً للوئام والتعايش الإنساني في أرقى تجلياته. كل عام ونحن جميعاً بخير، لأنه ما فيش نحن وأنتم، إحنا جميعاً نحن. تعلم مقدار اعتزاز قيادتنا الهاشمية، وتعلمون مقدار اعتزاز القيادة الهاشمية واعتزاز الأردنيين جميعاً بالدور المركزي والمحوري الذي لعبته الديانة المسيحية في صياغة شكل هذا المشرق الذي نعيش فيه. وكما تفضلت، هذا المشرق هو الذي شهد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وهذا المشرق هو مهد الديانات السماوية الثلاث. وبلا شك بأن المسيحيين في المملكة الأردنية الهاشمية كما في المشرق العربي حملوا رسالة وطنية، ورسالة كانوا فيها بحق على الدوام كمثل بقية النسيج الوطني الأردني المتلاحم، أسهمت في أن نعبر بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى المئوية الثانية من عمر هذه الدولة، بعد أن اجتزنا مئوية كانت هناك الكثير من المراهنات فيها على وهن هذه الدولة وعلى مواطن ضعف توهم البعض أنها موجودة فيها، ولكن هذه الدولة وهذا النظام السياسي هو الأثبت جذورا والأكثر قدرة، بدلالة أن الكثير من راهنوا على فشلنا وعدم نجاح تجربتنا قد تعرضوا إلى هزات كبرى واضطرابات كبرى، وقانا الله سبحانه وتعالى أن نتعرض لها بفعل هذا التلاحم والتمازج ما بين قيادتنا وما بين شعبنا بكل عناصره ومكوناته، مسيحيين ومسلمين ومن كل الطوائف. بدوره أكد النائب البطريركي للاتين في الأردن الأب جمال خضر أن الأردن يعد مثالاً يحتذى به في كرم الضيافة والوئام والعيش المشترك، مبيناً أن تحديد يوم الميلاد المجيد واعتباره عيداً وطنياً يدل على تكريس التناغم والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الأردني الواحد. دولة رئيس الوزراء، اسمح لي أن أعيد على مسامعكم ما قاله غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا بالأمس في قداس عيد الميلاد في بيت لحم أمام المؤمنين والعالم عن الأردن. قال في كلمته: في الأردن الذي يحتفل في هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، لم تخلو أصوات القلق بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والذي تفاقم بسبب الوباء والصراعات الإقليمية التي جلبت ملايين اللاجئين الجدد إلى المملكة. ومع ذلك فإن هذا البلد الذي تعرض للصعاب العديدة ما زال يعلم بلدان العالم الأول ما هو التضامن وكرم الضيافة. علاوة على ذلك، في زمن الطائفية السياسية والدينية لا يخاف الأردن من الدخول في الحوار الديني والسياسي والتخطيط لمستقبله بثقة وعزم. وأنهي هنا الاقتباس من غبطة البطريرك. نعم، الأردن يعلم العالم ما هو التضامن وكرم الضيافة على الرغم من شح الموارد الطبيعية، ولكن الغني بأبنائه ومواطنيه، وهذا ما تحسدون عليه دولة الرئيس. لديكم شعب يحب وطنه وقيادته ومستعد لبذل الغالي والنفيس لرفعة الأردن وشموخه، شعب يحافظ على الثوابت الوطنية والدينية
وعلى وحدته حول قيادته. في عيد الميلاد نتأمل في كل عام في الدروس الروحية التي يعلمنا إياها العيد. في هذا العام ومع معاناة أهلنا بسبب وباء الكورونا، نتذكر كلمات الملائكة للرعاة عندما بشرهم بميلاد المسيح. قال الملائكة: لا تخافوا، هاني أبشركم بفرح عظيم يكون فرح الشعب كله، ولد لكم اليوم مخلص. لا تخافوا، هذه هي الرسالة، رسالة تطمين من السماء. لا تخافوا من المستقبل، لا تخافوا من الوباء، لا تخافوا من التحديات، فإن الله لا ينسى عباده والذين يتقونه. بهذه الثقة المبنية على قرب الله من الإنسان وعلى بشرى ولادة المسيح على أرضنا، أرض الرسالات، نبدأ هذا العام الجديد. وبذات المناسبة السعيدة هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي المسيحين في الأردن بالأعياد المجيدة، وقال في تغريدة له على تويتر: كل عام وأخوتنا المسيحيون في أرجاء الوطن بألف خير، إخوة القضية والمصير، سواعد شيدت صروحا عظيمة في البناء لهذا الحمى الأردني العزيز، وبقيت عروبية تتنادى لأجل قضايا هذه الأمة. شارك وزير الداخلية مازن الفرايا مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني بقداس منتصف الليل للكنائس المسيحية والذي أقيم في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، ونقل الفرايا تحياتي وتهاني جلالة الملك والحكومة والشعب الأردني لكل الكنائس المسيحية الفلسطينية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وألقى غبطة بطريرك القدس اللاتين بير باتيستا باتسابالا عظة القداس والتي دعا فيها أن يعم السلام بين جميع البشرية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. نشيد نشيدا وأوفوا العهود وأدوا السجود لفادلنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. يرون المسيح هلموا نسجد له، هلموا نسجد له، هلموا نسجد معا لفادلنا. في مثل هذا الوقت تتجه أنظار العالم أجمع إلى مدينة مولد الطفل يسوع، مدينة الميلاد. فاحتفلت مدينة بيت لحم بالأعياد الميلادية المجيدة، وذلك بالاستقبال الرسمي لغبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا، وبموكب رسمي تتقدمه المجموعات الكشفية الذين أتوا من مختلف المناطق ليشاركوا فرحة الميلاد المجيدة، حيث طافوا شوارع بيت لحم بالاستعراض الكشفي والمعزوفات الرائعة لاستقبال غبطة البطريرك. يكون عام 2022 عام أحسن من الأعوام السابقة، تنتهي هذه الجائحة، يتحقق السلام في هذه الأراضي المقدسة، يتحقق في مدينة القدس، في مدينة بيت لحم، في كل فلسطين، في كل الأراضي المقدسة، حتى نرى السلام في كل أنحاء العالم. رسالتنا كمان نطلب من الجميع، مش لازم أن نفقد الأمل، لازم يكون عندنا أمل إنه العام القادم إن شاء الله بيكون أحسن، وهذه هي نيتنا في صلاتنا هذه الليلة المقدسة في هذا القداس الكبير اللي فعلا بيشترك في كل أنحاء العالم، كل أنظار العالم متجهة إلى مدينة بيت لحم، إلى هذه المغارة المقدسة. ومن المغارة بنرسل رسالة سلام ومحبة إلى الجميع، وبنقول لكل أنحاء العالم إحنا في انتظاركم العام القادم عام 2022، بدنا نشوف الحجاج والسياح طوابير أمام مغارة المهد، لأنه إذا في مدينة عانت، أكبر مدينة عانت في العالم هي مدينة بيت لحم بنقص السواح والحجاج إلى هذه المدينة المقدسة. فإحنا في انتظاركم، وإن شاء الله يا رب ربنا خلصنا من هذه الجائحة حتى نرى كل حجاج العالم في هذه المدينة المقدسة. بيت لحم يمثل شيء كبير للفلسطيني ولكل العالم، أشجارها، بيوتها، شوارعها، أزقتها، كنيسة المهد، كل ما فيها هو رمز للإنسانية، رمز للثبات، رمز للإصرار، رمز للتمسك بالمبادئ.
وفي هذا اليوم نحن نقول لشعبنا ولكل شعوب العالم كل عام وأنتم بخير في مواجهة كل أنواع الظلم، في مواجهة وباء الكورونا الذي ستنتصر عليه البشرية بتكاتفها إن شاء الله. بيت لحم عانت كثيرا في هذين العامين، عانت من الحصار، عانت من جدار الفصل العنصري، وعانت أيضا من وباء الكورونا الذي آذى الاقتصاد كثيرا. ولكن عندما أرى هؤلاء الشباب والفتيات والشبان والأطفال فعلا يشعر الإنسان بالأمل وبالثقة بالمستقبل، ويشعر بأن هذا الشعب قادر على الانتصار على كل الصعوبات، وستكون دائما بيت لحم رمزا للأمل والسعادة. وسيأتي يوم نحتفل فيه ليس فقط بعيد الميلاد هنا، وإنما بحرية وسعادة الشعب الفلسطيني، بالسلام الحقيقي العادل الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني. رسالتنا رسالة أمل في عيد الميلاد من مدينة بيت لحم، مدينة السلام ومدينة الميلاد. ولكن للأسف إحنا مرة أخرى العام الثاني على التوالي نحتفل بعياد الميلاد المجيد ولا زالت جائحة كورونا وبدون سياح أو حجاج من كافة دول العالم. إحنا بنتمنى من مدينة بيت لحم اللي شهدت قبل أكثر من 2000 عام ميلاد ملك السلام وميلاد الشخص اللي أعطى أمل للإنسانية جمعاء، بنتمنى في هذه الفترة في هذا الوقت يكون أمل للإنسانية جمعاء في زوال جائحة كورونا، وبنتمنى إنه خلال فترة قريبة تعود الحياة لطبيعتها، وإنه العام القادم نحتفل بدون جائحة كورونا وكفلسطينيين طبعاً بدون احتلال. وعند الوصول لساحة كنيسة المهد كان في استقباله الكهنة والشمامسة والوزراء والمحافظ ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وعدد كبير من الشخصيات الاعتبارية وقادة الأجهزة الأمنية ووجهاء المدينة، حيث عجت ساحة كنيسة المهدي بالمؤمنين والسياح المحليين الذين أتوا من مختلف المناطق في فلسطين، وعمت الفرحة وجوه الجميع في هذا المكان المقدس. ده اليوم يوم فرح للشعب الفلسطيني، يوم دخول غبطة البطريرك إلى بيت لحم، يوم ميلاد السيد المسيح. نحن سعيدين بهذا اليوم السعيد. إحنا اليوم إحنا بتوب بيت لحم اللي هو هوية بيت لحم، وثيقة لبيت لحم. بكل سعادة إحنا دخلنا اليونسكو في 15-12 حتى نقول للعالم إنه إحنا أصحاب هوية وتوبنا هوية وثيقة لوجودنا بكل قرية ومدينة فلسطينية. شكرا لكم وكل سنة وأنتم سالمين. شكرا لكل الشعب الفلسطيني في كل في الشتاء وفي الوطن وفي جميع مكان أماكن تواجده. كل عام وأنتم بألف خير والوطن بألف خير. جيت عشان نحضر الاحتفال بأعياد المجيدة في بيت لحم بعد جائحة كورونا، ما قدرنا إنه السنة الماضية إنه نكون موجودين، فهلا هنا موجودين وعمالنا بنحتفل بنستنى بالكشافات، وكل عام والجميع بألف خير. اليوم إحنا موجودين بمهد المسيح له المجد، كل سنة وأنتم سالمين جميعا. حابة أوجه رسالة جدا بسيطة، إنه بما إنه رسول السلام رح ينولد الليلة، بتأمل إنه السلام يحل على كل العالم والمحبة، لأنه هي اللي رح تجمعنا. فكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله بحل السلام بأرض السلام. وعند انتصاف الليل أقيم القداس الميلادي بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد شتية نيابة عن الرئيس محمود عباس ووزير الداخلية الأردني مازن الفرايا مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وعدد كبير من الشخصيات الدينية والدبلوماسية والسياسية وممثلي المؤسسات الرسمية. وفي عظة غبطة البطريرك دعا دعوة شخصية لكل واحد منا، للشباب والعائلات والمسنين والعمال والمرضى والأسرى والحكام، بأن يسمعوا صوت الله، يعني التعرف عليه والترحيب به في كل فرد صغير. ولكي نعيش الميلاد من الضروري أن نسمع صوت الخالق، فولادة يسوع المسيح في مغارة بيت لحم غيرت تاريخ البشرية، واليوم أيضا تستطيع أن تغير حياتنا وأن تفتح آفاقا جديدة أمامنا. وفي نهاية القداس تمنى للجميع أعيادا ميلادية مجيدة
وسنة مباركة خالية من كل مكروه. Is Bethlehem despite the pandemic, despite the economical difficulties, political difficulties. Today was a city full of joy and full of unity and hope for the future. The message is the same. Jesus brought us the love. When we have love, we have the strength that is sufficient to do everything, to change everything in our life and the life of the world. Merry Christmas. ولد المسيح، هللويا. للنورسات مارلين الحدوى، بيت لحم. من جهة ثانية، ترأس غبطة البطريرك بير باتيستا بيتسابيلا القداسة الاحتفالية في كنيسة العائلة المقدسة في رام الله، وقد شارك بالاحتفال أمين سر البطريركية الأب ديفيد ميلي ورئيس المعهد الإكليريكي الأب برنارد بوجي، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة وجمع غفير من المؤمنين. هنأ محافظ العاصمة ياسر العدوان مجلس الكنائس بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وأكد العدوان خلال زيارته ووفد من مسؤولي العاصمة لمجلس الكنائس: أننا في هذا البلد تجمعنا المحبة والعيش المشترك، ونعيش منذ مئات السنين في إطار نسيج وطني يجمع كافة أبناء الأردن. وأضاف العدوان أن المسيحيين هم مكون رئيس في الأردن، ونشاركهم أعيادهم كما يشاركوننا أعيادنا. وأكد قدس الأب الدكتور جمال خضر النائب البطريركي للاتين خلال الزيارة على وحدة أبناء الوطن كأسرة واحدة، حيث ينهل كل الأردنيين من مدرسة الهاشميين العزيمة والوحدة والتناغم. وبهذه المناسبة العطرة، مناسبة عيد الميلاد المجيد، أقيمت في مختلف الكنائس الرسولية في المملكة الصلوات والقداديس الإلهية. ففي كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية بعمان، ترأس النائب البطريركي للاتين في الأردن الأب جمال خضر القداسة الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد، بمشاركة كاهن الرعية الأب أنطوني هرمات والأب جهاد شويحات وجموع من المؤمنين. أشكرك من أجل عظيم مجدك أيها الرب الإله. سكن بيننا هي حرفيا نصب خيمته بين خيامنا، أصبح واحدا منا، أتى لكي يعيش حياتنا، لكي يشاركنا همومنا، يشاركنا صعوباتنا، يشاركنا مخاوفنا. في هذه السنة يأتي إلينا ويجدنا وقلوبنا مثقلة بسبب ما مر علينا بهذا العام الماضي بسبب الوباء. خسرنا أحباء لنا، خسرنا أناس عرفناهم بسبب هذا الوباء، نحن أو أناس عرفناهم أيضا عانوا بسبب هذا المرض. يجدنا وفي قلوبنا هموم وتخوفات، وتخوفات من المستقبل بعد أن كنا نظن أن هذا الوباء سينتهي خلال أسابيع أو أشهر قليلة. الآن لا نعلم متى سينتهي هذا الوباء، ومع الوباء كل الصعوبات والمعاناة الاقتصادية. يأتي يسوع لكي يعيش حياتنا، لكي يشاركنا حياتنا، لكي يتحمل همومنا ومصاعبنا معنا، ولكي يبكي معنا فقدان أحبتنا، ولكنه يأتي لكي يكون النور الذي يشرق في الظلمة. وهذا ما يقوله لنا القديس يوحنا في بداية الإنجيل الذي استمعنا إليه قبل قليل: النور يشرق في الظلمة ولا تغشاه الظلمات. رعى سيادة المطران خريستوفوروس عطلة اليوم الاحتفالي الذي أقامته رعية كنيسة القديس نيقولاوس في ماركا بمناسبة عيد الميلاد المجيد. تضمن الاحتفال أمسية تراتيل وأناشيد قدمها طلاب مدارس الأحد، بالإضافة إلى مسرحية كوميدية أدخلت الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال. حضر الحفل عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وجمع من أبناء الرعية. وفي كاتدرائية القديس جوارجيوس للروم الملكين الكاثوليك أم السماق، وبرعاية المطران جوزيف جبارة مطران الروم الكاثوليك في الأردن، أحيت الجوقة البيزنطية في الكاتدرائية الأمسية الميلادية السنوية بعنوان: ولدت فولدنا معك،
تضمنت الأمسية التي حضرها الأرشمندريت بسام شحتيت النائب الأسقف العام في المطرانية والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، وعدد من الآباء الكهنة والراهبات شويريات، وحشد من أبناء الرعية، مجموعة من التراتيل البيزنطية والغربية في هذا الزمن المقدس. فرح وزينة عيد الميلاد، ساحة المدينة صارت أولاد، أمل جديد وحب جديد في عيد الميلاد. فرح وزينة عيد الكلدانية في الأردن بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الأب زيد حبابة كاهن الرعية قداسا إلهيا في كاتدرائية القديس جوارجوس للروم الملكين الكاثوليك بأم الصماق. حضر الاحتفال عدد من الأباء الكهنة وجمع من أبناء الرعية، كما احتفلت رعية كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الأب كبرائيل دحو النائب البطريركي للسرياني في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة القداس الإلهي الذي أقيم بهذه المناسبة بمعاونة الأب بنيامين شمعون وحضور جمع من أبناء الرعية السريان. وفي كنيسة يسوع الملك للاتين في المصدار وسط العاصمة عمان أقيم احتفال بهيج بمناسبة عيد الميلاد المجيد. اشتمل الاحتفال على إقامة قداس إلهي ترأسه الأب مروان حسان كاهن الرعية بمعاونة الأب وجد طوال والشماس بييرو وحضور حشد من أبناء الرعية. كنيسة القديس بولس الرسول في جبيها بعيد الميلاد المجيد في قداس إلهي ترأسه الأب سامر مدنات بمساعدة الكاهن سليمان حفاوي والأب طارق أبو حنة وبحضور الدكتورة باسمة سمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وعدد كبير من أبناء الرعية. وبعد الاستماع لعظة القداس التي ألقاها الأب مدنات تبادل الحضور التهاني بالمناسبة السعيدة. هنالك رب يحبنا، هنالك أب لم يتركنا، أرسل ابنه حتى يكون معنا حتى يعطينا الجواب، ولكن مطلوب منا أن نفتح الباب، مطلوب منا أن نستضيفه، مطلوب منا أن نجعله حاضرا في حياتنا من خلال علاقتنا اليومية اللي بنعيشها معه، بصلاتنا
بسماعنا كلمته، بحفظنا لإلها وعيشنا إرادته المقدسة. خلينا يا إخوتي في هذا المساء ننهل من هذا الفرح العظيم اللي الله بيعطينا إياه، ونجد السيد المسيح الحاضر بيننا ومعنا في مغارة الميلاد، في حياتنا اليومية البسيطة. السيد المسيح الحاضر معنا وفينا من خلال حياتنا اليومية اللي احنا متعودين عليها، ولربما منا كثير يعاني منها، يتألم، يحتاج إلى من يرافقه، يحتاج إلى من يقوده، يحتاج إلى من يعزيه. خلينا نفتح الأبواب للرب ونقبل حضوره ونشكر عليه، حتى هذا الطفل المولود يعطينا النور والسلام والفرح في هذا الميلاد. آمين. ترأس غبطة البطريرك لويس رفائيل ساكو قداس ليلة عيد الميلاد في كاتدرائية مار يوسف ببغداد بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وسماحة الشيخ عمار الحكيم وبعض الشخصيات الدينية والرسمية وجمع غفير من المؤمنين. وفي موعظته قال البطريرك رفائيل: إن عيد ميلاد السيد المسيح يذكرنا برسالة الرجاء المفعمة بالسلام والأخوة والمحبة والتضامن وصون كرامة الإنسان. وفي نهاية القداس توجه الكاظمي إلى قاعة الكنيسة لتوزيع هدايا بابا نويل على الأطفال من أبناء الرعاية. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات الأب الدكتور جمال خضر النائب البطريركي اللاتيني في الأردن، وذلك في حلقة جديدة بعنوان شؤون كنسية. تركز الحوار فيها حول كيفية تقديم الإيمان المسيحي للآخرين بطريقة يقبلها الجميع. المزيد في هذا الحوار. كان هنالك جلسة مع المعهد الملكي للدراسات الدينية الذي يترأسه سمو الأمير حسن، وكان الموضوع هو حول مريم العذراء في الإسلام والمسيحية، والطرح كان طرح روحي. قدمت مريم العذراء كما نفهمها، بنت الناصري، بنت بلادنا، وكيف هي قريبة منا وكيف نحب مريم. ومن الجانب الإسلامي أيضا كان هنالك مركز أديان في لبنان شارك بتقديم مريم في القرآن، فكان طبيعة الحوار روحية في وفيها نوع من المنافسة في محبة مريم. كان جميل جدا هذا اللقاء بوجود يعني أناس مختلفين من مسلمين ومسيحيين موجودين، ولكن بعتقد بهذا الحوار ارتقينا درجة إلى الأعلى في مستوى الحوار، من نقاشات إلى مستوى الروحي، مستوى كيف نتأمل في شخص مريم العذراء وكيف نرى بها ملهمة لنا اليوم، نستلهم من فضائلها من حياتها. هذا أيضا واقع موجود في الأردن، واقع موجود في أبرشيتنا. التحدي بالنسبة لنا هو أن نعيش الشركة، أن نعيش هذه الوحدة على الرغم من كل الحدود، على الرغم من كل الاختلافات اللي موجودة. كلنا نشترك في نفس الإيمان، كلنا في الكنيسة الكاثوليكية، وعلينا أن نتوحد وأن نعيش في ككنيسة واحدة تقوم برسالة واحدة. الموضوع ليس سهل بسبب التقسيمات السياسية اللي موجودة، ولكن مهم جدا أن نعيش بشركة، وهذا أحد الأهداف الرئيسية للسينودوس القادم، كيف نجدد الشركة داخل الكنيسة. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأب جورج رايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان التجدد بنعمة الروح القدس، حيث عرض البرنامج عدة تقارير عن أجواء الميلاد في العديد من الرعايا، كما تلقى اتصالين هاتفيين من الأب فرح حجازين والدكتور جلال فخوري. فإلى هناك.
في ناس عم تحضرنا وعم بيأثر كلامنا في الحلقة اللي من بثها أنا وأبونا جورج أو بنحكي فيها أو من الأشخاص اللي بيحكوا على الهاتف أو الاتصال الهاتفي من الأشخاص اللي بيوعظونا وبيحكوا كلام عن الحياة الروحية. فإنه هذا التأثير إحنا مننبسط عليه ليه؟ لأنه هذا هو نجاح البرنامج إنه نأثر في نفوس المستمعين. فكتير انبسطت من الأشخاص اللي إجوني وقالوا نهينا إجينا نصلي. بصراحة نحن كنا خايفين نطلع لكن كلامك صحيح إنه نحن عم نطلع ومنروح على الشغل منروح على الجامعة منروح على المدرسة أو منروح على المولات ومنعمل شوبينج أو على السوبر ماركت نتشرى أغراضنا. فإيش اللي بيختلف إنه نيجي على الصلاة وإن شاء الله منضلنا مستمرين بالصلاة. وكنت كتير كمان إنه مبسوطة إنه الكل كان ملتزم بالكنيسة كل حاطط كمامة العيلة الوحدة قاعدة في البنك في درج الكنيسة مع بعض. لكن في العائلات اللي مختلفين مثلا عائلات لو حدا كل واحد في بنك لوحده. حتى في بعض الكنائس كان في عم بيجيها ناس أشخاص من كنائس أخرى صلوا فيها لأنها حجمها كبير وبتستوعب وبتكون أوسع. والطقس كان بيساعد يعني ما كانش هالشتاء الغزير الواحد يتضايق منه فكان مزبوط برد وبرد قارس يعني خاصة في الليل. لكن الكنائس كانت مليانة طبعا. احنا انا ما رحتش على كل كنائس يوم العيد لكن الشباب غطوا يعطيهم العافية خلال ليلة العيد ويوم العيد غطوا كنائس احتفلت في عيد الميلاد. فنحن بنحكي للجميع ميلاد مجيد وكل عام وأنتم يا رب بالسلامة والصحة والخير. كل عام يا رب وتكونوا فرحين بالرب. كل عام ونفوسكم تكون محررة عارفين الحق لأنه الحق من يعرف الحق يحرره. كل عام أنتم بخير يا أبونا. إن شاء الله الجميع أنتم بخير. أنت بخير يا أبونا. الله يسعدك أبونا. أبونا اليوم حلقتنا كان نحكي عن التجدد ونعمة الروح القدس في الميلاد. فطبعا احنا لما بنتحدث روحيا كمان احنا ننتظر كلامك وروحانيتك وكلامك المعبر اللاهوتي اللي كله روحانية اللي بتعطينا هالتعليم الجميل وبتعطينا هالدفع الداخلي لنكون متجددين دائما في الروح القدس وبنعمة ربنا. بنعمة ربنا إن شاء الله وشكرا لكم. شكرا لك يا أبونا. أنت كمان يعني دائما مستمر معنا وملتزم في حلقات صباحكم نور أنك تحكي معنا في كل هذا التعليم والإرشاد. تفضل أبونا. شكرا لكم. في هاي الأيام القلائل توصلنا عن نهاية العام وبداية العام الجديد. نعم. فضلت أن أحكي عن يسوع المسيح سيد الزمان وسيد حياتنا. يقول المزمور 89 أمام وجهك يا رب تمر أيامنا. إننا بذلك نعترف بسلطان الرب على الزمان. الرب سيد الزمان لا يتقيد بالماضي والحاضر والمستقبل. كل شيء أمامه حاضر. الزمن سيدنا شئنا أم أبينا. الأيام تمر لا نستطيع إيقافها ولا التحكم بأحداثها. سريعة بالنسبة للبعض بطيئة بالنسبة للآخرين سعيدة للبعض وتعيسة للآخرين تعطي الحياة للبعض وتنزع الحياة من الآخرين. الزمن مقياس للإنسان وليس لله ولا يحق لنا أن نقيس الله وحياة وأعمال الله بمقياس الزمن. إن ألف سنة في عينك كيوم أمس العابر وكهجعة من الليل. إن سيد الكون والزمان هو أبونا ومخلصنا. في البدء أسست الأرض والسماوات وهي صنع يديك. هي تزول وأنت تبقى وكلها تبلى كالثوب وتطويها كالرداء فتتغير. وأنت أنت وسنوك لن تفنى من قبل أن ولدت الجبال وأنشأت الأرض والمسكونة من الأزل إلى الأبد. أنت الله. لقد مرت هذه السنة بما تحمل من متاعب وأحزان يطول بنا الحديث إن انتقلنا إلى التفاصيل حول الحروب والمجاعات والمصائب التي ألمت البشرية هذا العام حتى أن كل واحد منا
قد نال قصة من هذه الأحزان والمآسي على المستوى الفردي أو العائلي أو الجماعي. كل هذا قد مر أمام عينيك يا رب، وأنت كنت ترى وتعلم بكل شيء، ولكن مؤمن يا رب أنه لن يضرني شيء ما دمت أنت معي وما دمت أنا معك. وإن ألام هذا الدهر إلا لتزيدنا صلابة وثباتا في حبك، لأن من يحبك فكل شيء يؤول لمنفعتهم الروحية، والذين يحبون الله كل شيء يساعدهم على الخير. أخذت الأمواج تتقاذف سفينة في البحر، وابن القبطان يلعب لا مباليا، وقد أخذ الخوف من الركاب الشدة فقالوا لهم: ألا تخاف ونحن على وشك الهلاك؟ فأجاب: كيف أخاف وأبي قائد السفينة؟ لماذا نخاف والسيد المسيح هو قائد سفينة حياتنا وقائد سفينة الزمن؟ عندما هبت العاصفة على قارب بطرس صاح التلاميذ: يا يسوع أنقذنا فقد هلكنا. فقال لهم يسوع: لماذا أنتم خائفون يا قليلي الإيمان؟ لماذا نخاف عندما تلم بنا المصائب والمسيح معنا؟ لماذا أنت خائف يا فلان وأنا معك؟ لربما أنت خائف لأنك وحدك تخليت عني. في بداية السنة الجديدة قد نستبدل رزنامة جديدة أو ثيابا جديدة أو بيتا جديدا، لكن الله هو هو سيدنا وأبونا، لن يتغير. مداخلة جلالة الملكة وجلالة الملك في موضوع الأعياد بالكتابة على الفيسبوك أمام العالم كله له نظرة خاصة. النظرة الخاصة لا تفسر فقط بكون إخوة أو مواطنين أو شركاء، لكن الروح اللي برثها جلالة الملك والملكة في نفوس المسيحيين وفي نفوس المسلمين أعطى انطباع بأنه بلاش يا جماعة، بلاش تزمت أمام قسم من المسيحيين اللي ساكنين في هذا البلد، وكأنه بيقول إنه هذول قبلنا موجودين في هذا البلد، فبلاش تسئلهم. النقطة الثانية الروحية اللي بعثها جلالة الملك بثها في نفوس الشعب الأردني كله أعطى قوة كبيرة جدا من إنه كما صار في سوريا بيصير في الأردن، أن المسيحيين أعطوا قوة لسوريا في أثناء الحرب تبع 10 سنوات، كمان في الأردن المسيحيين بيعطوا قوة لنشاط البلد وحضارة البلد وقوة البلد. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد يهنئون بعيد الميلاد المجيد. رئيس الوزراء يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. مندوبا عن جلالة الملك، الفرايا يشارك بقداس منتصف الليل بكنيسة المهد. قداديس إلهية واحتفالات بهيجة بعيد الميلاد في مختلف كنائس المملكة. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursadjo.org. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.